اوكي، اليوم حنعملها بالعربي لانه مشاوي على اللبناني. اول شيء حنبلش بالتندرلون، يعني الفيليه البقر. التتبيله هي كالتالي: بنحط 7 بهارات، تقريبا ملعقه ونص، اذا بدك افتحها على المحل اللي بينزل كثير. تقريبا يعني شيء، ايوه هدول هن. بنرجع بنحط شو اسمه، كمون على الريحه. اوريجانو شوي، سويت بابريكا شوي، اوكي اها، بكفي جوز الطيب على الريحه، يعني انجا يعني كترت هيك. ايه بس توم كمان رشه خفيفه، بعد وحده ايه هون شوي ايوه هيدي هي. بهار اسود بلاك بابر، كفر بلاك بابر معه، اوكي ملح. The olive oil. I forgot the olive oil. Quickly! Run for it! اوكي، بالمبدأ نرجع بنحط olive oil وبنخلطهم، بعدين حنفرجيكم كيف بنعمل الكفتة والسودة، كيف بنتبلها. Alright. Olive oil. Generous. إيه بعد ما تخاف. Go for it. إيه that's it. Now we mix everything. Okay, now it's done. Daddy, take this, put it in the fridge. هلا بنحطها بالبراد لحتى تتشرب النكهة، ونكون بهالوقت عم نعمل بالفريزر؟ No, بالفريج. Just in the regular fridge. Okay, don't drop it on the way. Thank you. هلا بننتقل للكفتة. اوكي، عنا 2 كيلو كفتة. خليك بك ترجع. You wanna change the... اوكي، الكفتة حنشتغلها على الخشبة لنرتاح. عنا تقريبا 2 كيلو ونص كفتة. نفرم 6 بصلات ناعمين بالبلندر. نرجع، هذا سر المصلحة، بنحط تقريبا يعني 2 ملاعق زبدة مدوبة، هذه فور اكسترا فليفر. رشة زيت زيتون على الريحة كمان gives another flavor. هلا بنبلش التتبيل. بنحط توم، بدك تستعمل هذيك الايد. ايه اوكي ذاتس ات. 7 بهارات. Go for it. إيه يعني تقريبا شي 2 ملاعق. إيه بعد. توم بي. ما تخاف. حط. بعد إيه. Exactly. بعد بتحب البهار هيدا كثير. عقولي تمي بتحب. إيه أوكي. بترجع لحظة لأقول لك شو. تك. قرفة. وين القرفة هون؟ القرفة يعني عم تحكي تقريبا ملعقة ونص. ايوه هدول هن. يعني ذاتس ات. هلا ملح. توفر الملح. كثير ملح. يعني صار هون. This is the right way. Dollar. Shamsham. Oh my God. This is the farming. Hey, Kayaf.
اتس اوكي ماشي الحال. اورايت هلا لما نصير بهالمرحله ذس از اباوت ات بنشيلهم ونحطهم بالبراد لحتى تمسك على بعضها، ما بنشكها دغري للكفته، لازم تمسك على بعضها بالبراد شوي لبين ما نرجع نشكها تكون مسكت على بعضها. That's it. Perfect. Perfect. Okay. Selena, this goes in the fridge. Yeah. And don't drop it on the way. Alright. هلا عنا القصبي. نبلش بشوية زيت. بعد ما حط زيت زيتون حنستعمل زيت بذر العنب. Grape seed oil. بيعطيها هيك حدية شوي. نرجع بنملح. نحط شوية دبس الرمان على الريحة. نرجع بهارات، 7 بهارات تقريبا ملعقة صغيرة. بعد شوي بعد النكهة. بابريكا. اوكي. وأوريجانو. بهار اسود. نخلطهم. بس ينخلطوا مزبوط نرجع نحطهم بالبراد حوالي لساعة زمان حتى يشربوا كل الفليفرز. هلا الحمص تما توجعوا قلبكم تسلقوا حمص، حمص حر بالعلب. عم عملكم طريقة هينة، بنعبي البلندر سمين. I'm filming. I'm in the middle of a big photo shoot. هلا ما فيك هيك على الست، ممنوع حكي على ست التصوير. خلصنا. اوكي زيت زيتون. Go for it. Go for it. كلهم نحطهم كلهم. ايوه. يعني تقريبا انا بنحط نص كباية زيت زيتون هون. حامض تقريبا يعني بدنا نحط 4 ملاعق كبار. حامض. بعد بعد بعد. بعد وحدة. هلا نرجع. هلا هون القصة بكون تستعملوا طحينة تكون very good quality لأنه الحمص is all about the طحينة flavor. اوكي تقريبا شي 200 ملليلتر طحينة لهيك كمية. رشة كمون على الريحة. don't overpower it بالكمون هيك بس هدول هن على الريحة. ما تستعملوا ثوم ني بالحمص لانه بيفوخر الحمص. بتر تستعملوا ثوم مطحون. وهلا ملح. بعد هلا نسكر and then we go for the blender. هلا من بعد ما عملناها بلندر هاي الكونسيستنسي اللي بدنا اياها. هلا بدنا نخلطها مزبوط نرجع وبنحطها بالبراد ليجمد شوي. اوكي سو هلا عندنا لسان بقر. هيدا انعمل بالبريستو طنجرة الضغط مع ورق غار وثوم وبهار وملح وشوية شو اسمه قرفة. عم نقشره هلا. وي هاف تو نشيل القشرة البرانية لأنه هيدي بتعلق. نرجع منقصه شرحات. وفي له تتبيلة خصوصي هلا بنشرح عنها بعد شوي. اوكي هلا we peeled it all مثل ما شايفين.
بتشوف. يس كات اجينست ذا جرين. انت ما يالوك واحد. هيدي الصوص انعملت عبارة عن حامض، زيت زيتون، ثوم، بهار، سبع بهارات وشوية ملح. هلأ بدنا نسقيها على السناب ونحطهم بالبراد شوي لحتى يتخمروا بالصوص. بدي بعد شوية حامض، هلأ برجع بعصر فوق حامض، بس بدي بعد هناك على شكل قليل الصوص. This is it. الريحة شي مش طبيعي، الفليفر حتكون جنون. اوكي هلا سوري اتاخرنا عليكم بس نسيت صور الشوي ماشي. داد ام هانجري ابن الخميس. اوكي ناو وير توكينج. قبل ما انه في حرام فيك تحمل، فيك تحمل العش رخيص يا اخي، اعمل لك هيك فوتو شوت عليهم. ايه هيك ايوه ايه هيك خليك هيك ايه هيك ايه هيك ايه هيك ايه هيك ايه هيك ايه هيك.